الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبل ريق العيدان المصلوبين في النار بتقول تم العثور على جثة امرأة بالرياح البحيري ونقلت الى مستشفى ابو زكام جثة بتقول جثة ايوه جثة لقيتها دي جثة يلا بينا يا رجالة مفيش وقت يلا بينا ايه يا ريحة دي قصدك ريحة المشرحة يا خالي قصدي يا ابني ريحة المستشفى، ريحة الأدوية والكيماويات. ريحة المرض. مرض إيه بس يا ناجي؟ ما المستشفى يا ابني برضه فيها صحة. الصحة ملهاش ريحة يا خالي. الريحة دي ريحة المرض. ريحة الألم والمعاناة. ريحة الصراع مع الموت. ريحة أنا عارفها كويس أوي. ريحة فظيعة. ريحة أقصى من المرض نفسه يا هو هيفضل كده كتير محلش يعرف غريب هو إيه اللي غريب الإنسان صار كله أسرار أجهزة غريبة ومعقدة بس العلم كشف أسرارها لا العلم كشف بعض أسرارها أديك شايفة عرفنا إصاباته إيه والحادثة عملت فيه إيه وعرفنا ايه اللي انكسر وايه اللي انقطع وايه وعالجناه عالجناها على قد ما نقدر وعلى قد ما يقدر الطب والعلم وليه ما قامش ليه رايد من غير حركة نفس ونبض وبس ليه ما هو ده السر السر اللي يعرفه ربنا بس مهما تعلمنا وتقدمنا مهما كبرنا وتجبرنا فاحنا بخار بخار يظهر قليلا ثم يضمحل سبحانك يا ربي سبحانك يعني هو هيفضل في غيبوبة كده على طول لا طبعا لا انت دكتورة مارف حواسه كلها معطلة المراكز اللي هنا ما بتشتغلش شفت الحركة دي ده تقريبا بيحاول يشم او يتنفس مش كده ولا ايه ايوه حاسة الشم من أقوى الحواس زي ما يكون مش طايق الريح الحمد لله الحمد لله على إيه؟ يا بادي على إن حواسه ابتدت تشتغل الحمد لله يلا بينا
هنروح فين؟ طب مش نستنى لما نشوف هيحصل ايه؟ لا لسه قدامه كتير. انا عاوز واحد بس منكم يدخل يتعرف عليها، بس بشرط يكون يعرفها كويس. ومين في البلد ما يعرفش ام جمال كويس يا دكتور؟ ده احنا كلنا نعرفها زي الشمس. حضرتك متاكد ان اعصابك كويسه؟ متاكد. خلاص اتفضل معايا، بس لازم تكون متاكد ان كانت هي ولا مش هي، عشان ما تخرجش تقول لي اظن، يمكن، ربما. البوليس عاوز اجابه واضحه وسليمه ما تحتملش اي لبس، علشان الاجراءات تبقى على اساس سليم ومتين. ما تخافش يا دكتور، الحكايه مش هينا، وانا مقدر المسؤوليه كويس. طب بقول يا دكتور، ممكن اخش مع ناجي؟ علشان انا شايف اتنين يكونوا احسن من واحد. وهو كذلك، وتفضلوا خدوا وقتكم كفايه لغايه لما تتاكدوا. اتفضلوا معايا. اتفضل يا دكتور. مش يا رب يا رب ما تطلعش هي يا رب، عشان خاطر سمير ده ملوش حد غيرها يا رب. لا مش هي ام جمال. فعلا مش هي يا دكتور. متاكدين؟ انا مستعد امضي لك ورقه بكده يا دكتور. ومع ذلك اذا كان حد تاني من اهل البلد يحب يدخل ويتعرف عليها مفيش مانع. اللي تشوفه يا دكتور، بس انا متاكد ان دي واحده تانية خالص. طيب اتفضل. هي يا عم ابراهيم. هي؟ لا يا ابني الحمد لله مش هي. الحمد لله. امال الجثه دي تطلع جثه مين؟ جثه واحده احنا ما نعرفهاش. شكل ام جمال يعني؟ لا يا ابني دي يا ولدها جثه واحده بنت صغيره بتاعت 20 سنه تقريبا. هي فعلا عندها 25 سنه. واذا كان في حد تاني عايز يتعرف على الجثه اتفضل معاه. ما دام عم ابراهيم والاستاذ ناجي ما تعرفوش على الجثه يبقى خلاص. لا مش خلاص. ايه اللي جابكوا يا استاذ؟ نشوفها بس. تشوفوا مين؟ ام جمال. ما قلنا مش هي. المنظر فظيع يا جماعه. معلش معلش. مفيش حاجه اسمها معلش. بعد اذنك يا دكتور. مفيش مانع. اتفضل. 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 ها هي؟ لا مش هي يا شهدي يا اخوي. الحمد لله. ولو ان الواحد قلقان يعني. طبعا عشان احنا ما لقيناش ابو جمال. طب هتروحوا على فين دلوقتي؟ هروحوا فين؟ هنروح يعني هنعمل ايه؟ هو حد هيجي له نوم؟ ما هو اول ما هيجي لنا خبر هيجي لنا خبر على البيت. ومين هيجي له نوم في ليله زي دي؟ طب اقول ايه يا استاذ ناجي؟ نعم يا شوقي بيه. ما دام هنسهر هنا او هنا ما تيجوا تسهروا عندي في المعصره. لا بس اصل يعني انا عايز اقول ايه، مش قد المقام احنا ولا ايه؟ طب يا شوقي يا اخوكي، هو في مقام قد مقامك؟ قصدي اقول ان اي خبر هيتعرف هيوصل على بيت خالي ابراهيم على طول. طيب خلاص يبقى نروح عندكم على طول. فهيمه تيجي معانا؟ لا يابا انا لازم اروح. طيب انا هوصلك وبعدين اروح عند الجماعه. خلاص زي ما تحب يا شهد يا اخويا. بقول لك ايه يا جنين؟ قوم العمرين تاخد الحريمات دول توصلهم لغايه بيتهم وبعد كده تبقى تحصن. من عينيا يا عمرين. وانا كمان يا عمرين اروح مع نص جنيه دي وبعدين احصلكم. وانت يا استاذ رمزي تيجي معانا احصلكم على طول ان شاء الله. بس ما تاخروش. ها يلا فهيم. يلا بسرعه يا جماعه. ها ايه يا جماعه؟ مالكوا ساكتين كده ليه؟ الموت يا شهد يا اخوي، الموت. هو الموت وحش بالشكل ده؟ الا وحش، لكن احنا هنعيش عمرنا كله واحنا خايفين منه. انا وانا صغير عمري ما كنت احسب له اي حساب، لكن دلوقتي بقى. الله الله الله، انت هتخوفنا ليه يا عم ابراهيم؟ عموما انا اصغر منك بكتير قوي. نعم يا اخويا، احنا مش لازم نخاف من الموت. بس ده بيخطف ولادنا وحبايبنا. ايوه بس ده ما يخليناش نخاف منه. احنا نحزن، نحزن وبس، وحتى حزننا مختلف. مختلف ازاي يعني؟ ناجي يقصد يقول ان المؤمن حزنه مختلف. برضه ازاي؟ حزن المؤمن فيه رجاء، رجاء في القيامة والحياة الأبدية ولقى الأحبة هناك في السماء. فعلا ده اللي بيخفف ألم الفراق. الله يرحمك يا أم شاكر. بولس الرسول قال لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. الموت أفضل؟ يا إذا كان مع المسيح يبقى أفضل طبعا. أهو هو ده الرجاء،
الإيمان بإن الموت هو الجسر اللي هيوصلنا للمسيح. يعني الحزن عند الموت حرام؟ كل الناس بتحزن وقت الموت. المسيح نفسه بكى على قبر العازر. تمام كده، الكتاب قال كده فعلا. كان بيحب العازر قوي. لما عيل عازر، مرثا ومريم بعتوا للسيد المسيح وقالوا له: يا سيد اللي بتحبه مريض. اكيد طلبوه عشان يشفيه. وجه مش على طول. المسيح لما وصل بيت عانية كان لعازر مات. لو كنت ها هنا لم يموت اخي مرثا، لكني الان ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه. سيقوم اخوك. انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. اتؤمنين بهذا؟ نعم يا سيد، انا قد امنت انك انت اللي هو المسيح ابن الله الاتي الى العالم. لم يقدر هذا الذي فتح عين الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت. أين وضعتموه؟ يا سيد تعال وانظر. ارفعوا الحجر. يا سيد قد أنتم لأن له 4 أيام. ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. لعازر هلم خارجا. حلوه ودعوه يذهب. علشان كده بولس الرسول قال: لي الحياة هي المسيح. طبعا، ما هو المسيح قال عن نفسه: انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. مفهومة دي يعني يوم القيامة هيقوم. لكن كل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. دي ايوه صعبه شويه. ده الموت الروحي. الانسان اللي بيؤمن بالمسيح ما بيموتش روحيا ابدا. يعني ايه الموت الروحي؟ الانفصال عن الله. الله سبحانه حياه، حياه روحيه. والانسان المؤمن اللي عايش مع الله، الله بيبقى عايش فيه، له حياه روحيه ابديه. واللي منفصل عنه يبقى بعيد عنه. ميت روحيا يعني. تمام. مشوار دمه تقيل قوي. الموت وحش يا اسطى جنيدي. حكم ربنا. طب لما ربنا عايزنا نموت كان خلقنا ليه من اصل؟ لما ربنا خلق العالم خلقه من غير موت، يعني ما كانش فيه موت. الله سبحانه حي وخالق كل شيء حي. جبل ادم من التراب ونفخ في انفه نسمه حياه. حياه يا جماعه. طب والموت ما كانش موجود؟ يعني الانسان ما يموتش؟ ربنا خلقه ما يموتش، خلقه خالق، نفخ فيه روحه الخالدة، خلقه على صورته كشبهه. امال الموت ده جالنا منين؟ من الخطيه. لما اخطأ ادم وحواء وعصوا كلام ربنا واكلوا من شجرة معرفة الخير والشر، حل الموت مع الخطيه بالارض. كلام معقول.
ده كلام ربنا. يعني آدم وحواء جابوا لنا الموت، يعني لعنة وحلت بينا، مفيش فايدة. لا فيه، زي ما آدم جاب لنا الموت، آدم الجديد المسيح جاب لنا الحياة الأبدية. لما قام الموت يعني؟ لما مات عنا على الصليب ونفذ الحكم في نفسه، مات وقام وفتح لنا باب الحياة لكل مؤمن. كلام معقول برضه. ده كلام ربنا، بإنسان واحد دخلت الخطية العالم وبالخطية الموت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. زهرة سبقيني على البيت وانا هحصل. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. ايه خلصت الزفة؟ وطلع لأبوهم على شغل؟ وما طلعتش أم جمال؟ طبعا طبعا. ازاي؟ انت كنت عارف انها مش هي؟ ايوه ازاي؟ لازم أن يكون عارف هي فين. قصدك ايه؟ وهيكون قصديها فين؟ انت يحسن يعني تكون فاكر. فاكر ايه يا فرج؟ لا يكون فاكر زي اللي بيفكروا فيه جرابيع الشرقان. الشحات ما بيفكرش كده ابدا. ايوه انا ما بفكرش خالص. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني انت. قصدي ان انت كبير واكيد بتعرف كل حاجه كده اهو. ايوه. طب يلا غور من وشك. غور من وشك. دخل داهيه. حرام عليك يا فرج، الشحات غلبان وبيحبك. بيحبني؟ ده انت عبيطه وعلى نياتك. انا عبيطه يا فرج؟ محدش بيحب حد الايام دي. انت عارف ايه اللي مخليه ماسك فينا كده؟ ايه؟ اللقمه اللي بياكلها والقرش اللي بياخده، لكن هو زي غيره داير يلسن عليا في كل حته. ما سمعتيش بيقول عليا ايه؟ على فين؟ خارج. الوقت اتاخر على الخروج. رايح نوم. طب ما تقعد تتعشى معايا، ده انا عامله لك فرخه وحماره وملوخيه. من كل هند لوحدي. ومال ما مالوش. بقول لك ايه؟ ابي عشي الواد شحات وابنه معاك. خالص. عايزه حاجه؟ لا شكرا. قلبه طيب وحنين بس مش قادر يفهم. شحات يا مال تعالوا نتعشى. وسمير فين دلوقتي؟ عندي في البيت. انا هروح انا لكون زهره مراتي عايزاني او حاجه. اي خبر ابعته لي. استنى يا ابني خدني معاك انا كمان. ليه بس يا استاذ رمزي؟ ما احنا قاعدين. معلش اصل عندي مدرسه الصبح. تصبحوا على خير يا جماعه. وانت من اهله. مع السلامه. استاذن انا بقى. ليه ياب؟ وراك مدرسه انت كمان؟ يا هاني خلاص الواحد بقاش حمل سهر. ربنا يديك الصحه يا رب. مع السلامه. شوفي بيه. مع السلامه ابراهيم. лучше форме чем я. Ну хорошо. Мы сообщим тебе, если узнаем что-нибудь новое. До свидания, Шуди. Наджи, что случилось? Устал, наверное. Давайте ложиться спать. Я не засну. Я тоже. Ступай, Ниема. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Иногда трудно уснуть, когда устаешь. Вот как сегодня. Ведь так, Наджи? Наджи! Что? А, да. Наджи, ты с нами или... Просто так много сегодня случилось. Ты помнишь ту девушку в морге? Да, помню. Ты помнишь ее лицо? Хотя глаза ее были закрыты, лицо ее было искажено страхом. Так, как будто она кричала. Кричала? Она была мертва. Никто не знает, что происходит с разумом умерших. С их разумом? Я не говорю о мозге. Я говорю о сознании. Сознание? Разве у человека есть сознание после смерти? Хороший вопрос. Не знаю. Человеческий мозг — это большая загадка. Когда я был в коме, я не понимал, что вокруг меня происходит. Больницы, доктора, медсестры. Много чего происходило. Происходило где? Внутри меня. На что это похоже? Я не знаю. Я не уверен. Не могу ни вспомнить этого, ни рассказать об этом. Но я не был без сознания. Я чувствовал, что мой мозг продолжал думать, много думать.
ليه يعمل كده؟ اللي بيحصل جوه المخ اكبر كتير من معرفه اي انسان. ده اكيد بيشوف حاجه، مره بيضحك ومره بيكشر. ده معناه ايه ده؟ ده ما تقوليش بقى انك ما تعرفش. طبعا ما اعرفش. وبعدين التعبيرات دي ولا حاجه بالنسبه اللي بيحصل جوه، جوه عالم كبير غامض. انا هتجنن. لا من فضلك ما تتجننيش يا دادي. صارت في حاجات كتير مش مفروض نعرفها، الفهم ده واحده. لكن دي حاجه تخصني، حاجه فيا انا، يعني حتى نفسي ما اعرفهاش. ربنا بيعرفنا اللي احنا محتاجين نعرفه. طب وانا وعقلي؟ اعملي زي داود النبي. عمل ايه داود النبي؟ اعترف بعلم الله وحده. قال يا رب لقد اختبرتني وعرفتني، فهمت فكري من بعيد. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا استطيعها. ده بيعترف بعجزه كمان. طبعا. طب والعمل؟ نعمل ايه يعني؟ نسلم لله ونطلب منه زي ما طلب داود النبي وقال: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. واه يا قلبي يا حديد، يا خشب يا صلب، يا شفة الفخار ومتشكل بصورة قلب، عطشا ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، كانت بشاير الربيع فوق الغصون الوان. يا قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور وورداية، وزع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك. الشر يكوي القلوب والنار يحرقها، والرب يرفع الشعور ويرزقها. ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها، وهو يشبع كل اشواقها، يفرد جناحه الكبير كل ما من فوقها، يفرد جناحه الكبير كل ما من فوقها، يفرد جناحه.